الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فالتقوى جماع الخيرات وبها تحصل البركات معاشر المسلمين إن الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار فقد خلق الخلق كله علويه وسفليه واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض فاختار من الأزمنة شهورا وأياما وساعات معينة فضلها بمزيد من الفضائل فمن الشهور شهر رمضان والشهور الأربعة الحرم والشهور الأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومن الأيام يوم عرفة ويوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الساعات آخر ساعة من يوم الجمعة والثلث الأخير من الليل وما إلى ذلك من الأزمنة الفاضلة واختار من الناس الأنبياء والرسل ومن الرسل أولي العزم ومن أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم عباد الله تمرون بأيام فضيلة مباركة لها مزية على كثير من الأيام أنتم تمرون بشهر شعبان وما أدراك ما شهر شعبان وشهر شعبان من الشهور المباركة شهر تكثر فيه الغفلة من الناس كما جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان فقد كان يصومه إلا قليلا منه وفي سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه فكان يصومه إلا قليلا وعلل ذلك في الحديث الذي يروى في هذا الحديث أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان وعلله بعض العلماء كذلك بعلة ثانية قالوا إن صومه بمنزلة الراتبة للفريضة للصلوات إن صوم شعبان بمنزلة الراتبة للفريضة في الصلوات فهو راتبة شهر رمضان كما أن صيام ست أيام من شوال بعد رمضان راتبة رمضان البعدية وهذا التعليل ليس ببعيد فمن كان منكم قادرا ولا يشغله الصوم عما هو أهم منه فليصوم الكثير منه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحصيلا للثواب والأجر فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فانظر يا عبد الله كل الطعام كل العمل له جزاء معين ومحدد إلا الصوم فإنه لله العلي القدير الغني الكبير فإنه يعطي فانظر كم يعطيك الغني
فانظر كم يعطيك الله عز وجل. فإنه لي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن لديه القدرة ولا يشغله الصوم عما هو أهم منه فليصم، فليصم لهذا السبب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للثواب والأجر. فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أياما ويفطر أياما، أو أياما كثيرة متتابعة حتى يبقى يوما أو يومان على رمضان، حتى يبقى يوم أو يومان على رمضان ثم يفطر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الأمور والسبل إلى جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. قال ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يدل هذا على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب إلى الله جل وعز. وفي هذا فوائد عدة، منها أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل. ومنها أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس. وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعة، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عباد الله، مما ورد في فضائل هذا الشهر أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح. إن الله عز وجل لا يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح. وهنا أشياء ينبغي التنبيه عليها بخصوص ليلة النصف من شعبان. فإن مما يعتقده الناس في هذه الليلة أو يقومون به من عمل هو صيام ذلك اليوم، أي 15 من شهر شعبان. وفي ذلك حديث موضوع ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ابن رجب في اللطائف، وقال صاحب المنار: الصواب أنه موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا ينبغي أن نخصص يوما من شعبان بصوم دون غيره من الأيام. ومن ذلك أيضا فضل ليلة النصف، وردت فيها أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف: ضعفها الأكثرون. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. ومن ذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد عنه حديث يصح الاعتماد عليه في تخصيصها بقيام لا مطلقا ولا مقيدا بعدد. وغاية ما جاء في تخصيصها ما جاء عن بعض التابعين الشاميين في تعظيمها والاجتهاد في العبادة فيها. قال ابن رجب في اللطائف: وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز في زمانهم، يعني في عصر التابعين، وقالوا ذلك كله بدعة. وقال أيضا: لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء. وقال صاحب المنار:
إن الله لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا بسنة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عملا خاصا في هذه الليلة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع، والموضوع عند العلماء هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه اشتهر عند كثير من العوام أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل، بأن الذي يقدر فيه ما يكون وأن الذي يقدر فيه ما يكون في العام إنما هو ليلة القدر، وليلة القدر هي التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي في رمضان قطعا، لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن ذلك أن بعض الناس إذا كان يوم النصف من شعبان أطعموا الطعام فيوزعونه على الجيران والفقراء، ويسمون ذلك بأسماء معينة، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له في الأمة، وما ليس كذلك من أمور الدين فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، dear brothers and sisters, there's no doubt that Muslims are required to strive hard to get close to Allah through all possible acts of worship. However, they are instructed that whatever they do, they should not deviate from the teaching and principles set by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He set a shining model for us that we should follow in order to keep firmly on the right path. Therefore, it's very important for a committed Muslim to make sure that his acts of worship have basis in both the Quran and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dear brothers and sisters, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was keen on fasting in the month of Sha'ban more than he was in other months. Aisha narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam never fasted for a whole month except Ramadan. This was a kind of self-preparation for the coming of Ramadan. There are two reasons for observing fasting in Sha'ban. First, people normally neglect that month, and the deeds of people are raised to be seen by Allah. Usama ibn Zayd asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O Messenger of Allah, why don't you observe fasting in other months as you do in Sha'ban?" The Messenger sallallahu alaihi wasallam responded, "This is a month most people neglect between Rajab and Ramadan, the month in which the annual deeds of humanity are raised up to the Lord of the worlds. So I want my deeds to be raised while I am fasting." Dear brothers and sisters, there are only two authentic hadiths about the night of the mid of Sha'ban. The Prophet ﷺ said, "Allah turns towards His servants on the 15th of Sha'ban and forgives those who ask for His forgiveness, grants mercy to those who ask for it, and delays those who commit
shirk or those who are in dispute. This hadith is classified as authentic. The Prophet ﷺ said, Almighty Allah looks at His people at the 15th night of Sha'ban and forgive the believers and delays the disbelievers. Dear Muslims, it's true that there is no authentic hadith which calls upon Muslims to perform special prayers, fasting, or special worship in the 15th of Sha'ban. Also, there are no prescribed rituals of worship to be performed on the 15th of Sha'ban. If there had been any such ritual to be performed, then it would have been stated clearly in the authentic traditions. Moreover, there is no proof in the Quran or the Sunnah of the celebration of this night. There are no prescribed rituals of worship to be performed on the 15th of Sha'ban. If there had been any such ritual to be performed, then it would have been stated clearly in the authentic traditions. Having said this, we cannot stop people from performing nawafil any time for nawafil, simply optional prayers. No one can stop anyone from performing them any time, except those times when prayers are forbidden. Finally, we ask Allah to guide us all. Ameen. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَرَاقِبُوهُ وَأَخْلِصُوا الْعِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ تُفْلِحُوا هَذَا وَصَلُّوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة